بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. معالي دولة رئيس الوزراء حمزة عبد البري، معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة بمقاماتكم السامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي ان انقل لكم جميعا تحيات معالي الامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي السيد حسين ابراهيم طه، الذي كان يرغب في حضور هذه الاحتفاليه الهامه لولا بعض المستجدات الطارئه، وكلفني معاليه بتمثيله وتقديم كلمته امام جمعكم الكريم. ويطيب لي في البدايه ان ارفع انبل مشاعر التقدير والعرفان لجمهوريه الصومال الفدراليه قيادة وحكومة وشعبا على التزامها بتوطيد دعائم التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى أرض هذا البلد الأصيل المضياف، كما أقدم شكري وتقديري لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحت القيادة الحكيمة لمعالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة لما يقوم به من جهد حثيث وسعي حميد في خدمة الإنسانية في العديد من الدول والأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما في الصومال التي حظيت بنصيب كبير من المساعدات التي يقدمها المركز بوصف الزراعة الإنسانية للمملكة العربية السعودية. ونتقدم في هذا المقام بأسمى عبارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما ظلت تقدمه المملكة من دعم إنساني كبير للجة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كان، واستمرارها بنهج النبيل الذي يجسد القيم الراسخة لقيادة المملكة الحكيم وشعبه الكريم. معالي دولة رئيس الوزراء، أصحاب السعادة، سيدات والسادة، لم تغب منظمة التعاون الإسلامي يوما عن الصومال، فقد كانت دوما عونا وسندا لهذا البلد العضو المؤسس المنظم على مر السنوات، وخاصة في فترة النزاع، فترة بناء السلام بعد انتهاء النزاع، حيث صدرت العديد من القرارات على مستوى القمة الإسلامية وعلى مستوى مجلس وزراء الخارجية تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للصومال في مختلف المجالات. وتأتي مشاركة المنظمة في تدشين المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية تجسيدا للأهمية التي توليها المنظمة للصومال، خاصة بعد رفع تمثيل المنظمة من مكتب لتنسيق الأعمال الإنسانية إلى بعثة إقليمية شاملة تجمع التمثيل الدبلوماسي والعمل الإنساني، وذلك بموجب قرارات مجلس وزراء الخارجية. ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة الصومالية وخاصة وزارة الخارجية على دعمها المتواصل لمكتبنا في مقديشو لتمكينه من الوفاء بالتزاماته. لقد نفذت المنظمة منذ عام 2011 عشرات المشاريع ذات الطابع الإنساني والتنمية، وذلك بتبرع سخيم للشعب السعودي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المنظمة والمركز، وهي شراكة تتطور وتتوسع بالتراد عبر القارات بدءا بالصومال مرورا بافغانستان وفي مناطق اخرى باذن الله تعالى. معالي دولة رئيس الوزراء، اصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة، نحن اليوم اذ نحتفل بتدشين وتسليم هذه الحزمة للمشاريع الانسانية نسلم مجددا الدور الانساني الذي يطلع به المركز بإسهاماته الكبيرة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وفي تحقيق التنمية في الصومال وفي سائر البلدان، وذلك من خلال دعمه المتواصل للمجتمعات الهشة والبلدان المتضررة من آثار الجفاف والتغير المناخي، علاوة على النازحين بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، بجانب الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولا يفوتني هنا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للوزارات الحكومة الصومالية، خاصة وزارتي التعليم والصحة وما ظلوا يقدمونه من دعم وتنسيق تام مع مكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي في مقديشو، بالتنسيق مع وزارة
الخارجية الصومالية. ختاما أسمحوا لي أن أقدم شكري وامتناني لدولة رئيس مجلس الوزراء وللشعب الصومالي والذي نحن جميعا سعداء بخدمته. وتظل منظمة التعاون الإسلامي تقف إلى جانب الصومال في مسيرته المستمرة نحو السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. صوماليا هان ولاته، تحيا الصومال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كبيح بيلاشا ودر هنا لقاعد صوت درميل والبا كمامله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.